دي البشمله، شايف البشمله يا صاحبي؟ دي البشمله وجمالها، هوريك طريقتها، طريقه زراعتها من اول العقله، من بدايتها لنهايتها. كمل الفيديو مع المنجاوي، احلى بشمله في الدنيا حبايب قلبي. اسمعني انت عامل ايه؟ ايه الاصل اللي تحت ده؟ ده سفرجل مطعوم عليه بشمله. طبعا السفرجل بيبقى عقله، بيقعد سنتين، بيقعد سنتين في الارض. بعد كده تشتغل عليه طعمه؟ بشتغل بعد سنه طعمه. طبعا الطعمه شايفين مخرجه ازاي؟ الله يبارك لك يا عم اسماعيل، حاجه بسم الله ما شاء الله. شايفين الخرجه عامل ازاي؟ بقول لكم ايه، ما تيجي نشوفها بعد سنتين من التطعيم بتبقى عامله ازاي. احنا فين كده يا عم اسماعيل؟ ايه اللي ورانا ده؟ ده بشمله. تمام، مطعوم عليه يا عم اسماعيل، مطعوم على سفرجة. هذا الله اكبر. بص لسه متخلعه ده يا عم اسماعيل. لا متخلعه بقى لها 3 4 اشهر. طلع عمو فيها زهر كمان اهو. طار فيها طار كمان. هذا الله اكبر. شايفين فيها طار اهو. عارفين البشمله انتوا؟ البشمله دي حبايه مسكره كده. ايوه حبايه مسكره صفرا زي البلح السماني، تطرح موت. احلى بشمله من عم اسماعيل اقسم.